بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر بمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نطل عليكم بدرس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية، وعنوان درسنا مقاصد الشريعة. فعندما نتحدث عن مقاصد الشريعة طلابنا نقول بأن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مصالح الناس، ومصالح الناس هي خمس: حفظ الدين، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ العقل، وحفظ النفس. لذلك طلابي نتعرف بداية على مفهوم مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة هي الغايات التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، وهي التي تتمثل بجلب المنفعة للناس ودرء المفاسد عنها. لذلك لقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا طلابي عنوان درسنا، والحوار عنه سيكون على خلال هذا الأسبوع، لنتحدث عن مقاصد الشريعة في حفظ النفس، في حفظ الدين، ومن ثم في حفظ النفس. وفي حفظ الدين نقول الله عز وجل جعل حفظ الدين من أهم المصالح الخمسة، وذلك لأنه يمثل النظام العام الذي تستقيم به حياة الإنسان، وهو الذي يلبي الحاجات الفطرية. فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن وسائل حفظ الدين تحريم البدع والخرافات التي تؤثر في عقائد الناس. أيضا في حفظ النفس قال الله عز وجل: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال أيضا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وفي حفظ العقل قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. لذلك طلابي في حفظ النفس وفي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل والعرض، حث الإسلام على التناسل حتى يكون هناك إعمار للأرض، ووضع الكثير من الوسائل لحمايتها. أيضا سنتحدث عن مراتب مقاصد الشريعة، عن الضروريات وعن الحاجيات وعن التحسينيات. هذا طلابي مجمل الحديث عن درس مقاصد الشريعة. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم. نستودعكم لله الذي لا تضيع ودائعه.